أطفال غزة لقانا في الجنة، لقانا في الجنة والنصر لكم. علمتوا على الله يحيي المقاومة، لولا المقاومة ما شفنا الحرية. حريتنا موجودهم وعزتنا موجودهم ورفع روسنا موجود المقاومة. لولا المقاومة ما في أسير روح ولا شوف. هي كتائب قسامية، هي كتائب قسامية، هي كتائب قسامية. الأسيرات بيستنوا الفرج، الأسيرات في عذاب، الأسيرات كثير متضايقات، بيمارسوا علينا كافة الأشياء اللي بتذل وكافة الأشياء اللي بتوجعنا، إلا إنه إحنا ضلينا رافعين روسنا وصامدين ومتحملين رغم أنفهم ورغم ساديتهم، إلا إنه إن شاء الله المقاومة راح تحرر كل الأسيرات وتبيض السجون. إحنا رافعين رأسنا بالمقاومة. أم عاصف بتسلم على الجميع. مرحبا، أنا اسمي سارة من نابلس، عمري 25 سنة، كان لي 6 شهور في السجن، وكانت علي قضية تقريبا بدها ما يقارب 7 سنين في السجن. ووضع الأسيرات أول إشي كنا قاعدين هيك على التلفزيون الصبح، صحينا من الصبح يوم ما هو اللي صار اللي اسمه يوم ما أخذوا حماس الأسرى. بحكي عن لسه يوم اخذوا حماس الاسرى، صحي الصبح برنا امي بحكيها شو في برا، لتحكي لي انه في خطف اسرى وابصر شو هو. احنا ما صدقناش حالنا، اول شيء كان الخبر على واحد كانوا شو اليهود شو عملوا. احنا طلعنا برا هيك بالساحه زي اي كاميرات هيك، قعدنا نغني ومبسوطات مثل العالم، ما بالنا انه الوضع راح يتطور بصراحه هيك، ولا وضع انه اسرائيل يعني راح تشد علينا هيك. عملوا علينا يعني حرق، كل 10 دقائق تفتيش، سكر على باب السجن ممنوع خروج، بس غرفة بفتح الباب، حمام 35 دقيقة برضو بسكر الباب عليك، ووقعونا إجراءات ممنوع الاحتفالات بالمرة، بدهمش يعني نحتفل، بدناش يعني نصير، بدهمش يعني نعمل حالنا لما نطلع من السجن، وبكون يعمل البيت أنت بشكل وقت واحد طالعة بصفقة بيحكي لك أنت الشهر الجاي، وهيك بكون يهدد البنات خفيهم، هم بيطالبوا الإفراج عنهم، بيطالبوا كانوا أقل ما عندهم إنهم يعيشوا زي هالأسرة مثلا أو هالأسيرات أو يصير معاهم مثلا. شو بدي أحكي لهم واحد في هذه الظروف يعني؟ صحونا اليهود بيحكوا لنا في إنه الصفقة أجت هيك ماسكين فايتين 10 وبيضحكوا علينا، يعني تفكرش إنهم بيكونوا يستهزئ، فهمت علي؟ بيكونوا يحكوا بالعبراني وقاعدين بيستهزئوا علينا. لهم بيحكوا إنه في صفقة والصفقة توافقت عليها وبلشوا يلموا بالبنات، في بنات طلعوهم بدون بوات، طلعوهم حفايات ما رضوش يعطونا واعينا ولا اغراضنا ولا يسحبون هيك، يسحبونا من الحرام شوي بدهم بعيد عنك يرمونا قطع الغزة. بحب انا كثير اصطنكم في وقت فيهم، شكرا لهم، شكرا عن جد كثير. انا بتاسف بصراحه، ما توقعت الوضع هيك، انا كصار يعني ما توقعتش الوضع لما ينطلع الواحد برا انه يكون هيك. اخر شيء سمعت شادي لما شاف هيك ابنك؟ هو كثير انبسط، وكتير انا اول ما وصلت على الارض وهيك صرت ارج يعني ما استحملت، انه يا الله الواحد عن جد كيف لما احنا فلسطينيين نعمل شيء بنفتخر فيه واللي واحد كتب له في التاريخ. هذا
يلا شباب نور الفطور حبيبي عم حسين. طيب احنا مجال الصحفيين يا جماعه. اكيد فرحتي جدا يعني منغوصه لانه عشان شهدائنا يعني في غزه الله يرحمهم. ويعني احنا صح طلعنا في صفقه الاحرار ويعني الواحد بيكون اكيد مبسوط بهذا الشعور، بس بنفس الوقت يعني بحس في قلبي انه في اسرى لسه موجودين في قلاع الاسر، وبنفس الوقت كمان يعني احنا طالعين على دماء الشهداء، فبتمنى ان شاء الله يا رب الحريه للاسرى، وبتمنى يعني الرحمه لشهدائنا، وان شاء الله يا رب تتحرر فلسطين. والله الحمد لله يعني هذا يوم كويس، لكن ناقصة الفرحة ناقصة، وإن شاء الله ربنا بيفرج عن جميع الأسرى، ولكن ما فيش يعني الفرحة بتجيش 10% بسبب وضع إخواننا في غزة، الوضع الصعب وآلاف الشهداء، وكمان إن شاء الله ربنا بيفرج عن الأسرى المنسيين اللي لهم 30 سنة وأربعين سنة وأربع أربعين سنة، والطفل أحمد مناصرة هذا اللي تبهدل في السجن، وهذا وإن شاء الله ربنا يفرج عن جميع الأسرى. غزة دائما تثبت انها هي الكتف الثابت مش بس لفلسطين، للعالم العربي والإسلامي، لانها بتدافع عن احد مقدسات المسلمين، بتدافع عن قضيتها بكل بسالة، وما بتخاف متلائم فيها، مع انه كل الاشخاص اللي بيقفوا ضد المقاومة، وبركز على كلمة حماس وكتاب القسامان، انهم فعليا بيستحقوا انه تنباس رجليهم. احنا اول اشي بنشكر المقاومة على انها على تحرير الاسرى والاسيرات، احنا بنفتخر بالمقاومة، والمقاومة بتدافع عننا وعن حريتنا وعن كرامتنا، وتحرير الأسيرات كان شرف كبير إلنا، والمقاومة شرف كبير إلنا كمان. كل قضية أكيد بندفع ثمنها دم، الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد حتى نالت حريتها، فيعني طبيعة الحرية بيكون ثمنها الدم. أول إشي أنا بحيي المقاومة في غزة، وبحيي الملثم أبو عبيدة، بنحكي لنا كنا معك على الدرب، وإحنا معك ومع أهل غزة، وبحكي لأهل غزة الرحمة لشهدائنا ولأطفال غزة، وإن شاء الله يا غزة ما بننسى دماء أطفالكم ولا شهدائكم، وإحنا دفعتوا ثمن غالي وباهظ كتير حتى نطلع شبابنا من أسرار السجون.